ما السبب بعدم إعطاء فرصة للمدين السنتين المهلة؟ وما السبب بعدم إقرار تسويات بين أبناء الشعب الأردني لتخفيف عليهم بين الدائن والمدين أن يكون هناك تسويات بدون الربع القانوني؟ وهذا مطلب كان من جميع المتعثرين، وأجمع عليه جميع المتعثرين، وأجمع عليه الدائن، وأجمعت عليه الحكومة، وأجمعت عليه الناس كلها، لأنه إذا كان في تسويات من غير الربع القانوني انحلت قضية المتعثرين كاملة. هل لا يوجد صاحب قرار في حكومتنا يأخذ هذا القرار للتخفيف على أبناء الشعب الأردني؟ جلالة الملك حفظه الله وجه توجيهات بالتخفيف على أبناء الشعب الأردني. أقول لكم بديش أحكي بأنه توجه بشكل مباشر لقضية المتعثرين، وأنا أعلم أنه وجه لقضية المتعثرين وتحدثت كثيرا في قضية المتعثرين. خليني أحكي بالتخفيف على أبناء الشعب الأردني. إذا نص الشعب الأردني متعثر، إذا نص الشعب الأردني يطالب بهذا الحق، التخفيف على أبناء الشعب الأردني بتسويات من غير الربع القانوني وإعطاء فرصة سنتين للناس تتنفس تقدر تتنفس. جائحة كورونا الآن، أبناء الشعب الأردني لا شغل ولا إمكانية للعمل ولا إمكانية للتسديد، وأنت أعلم بذلك. ليش ما يكون في سنتين تريحوا الناس؟ اللي بيقدر الآن يعمل تسويات خليه يمشي يعمل تسويات. إخواني السنتين هي لفرصة لإثبات حسن النية بالسداد، وأنا أعلم أنه جميع المتعثرين عندهم حسن النية للسداد إلا من رحم ربي، جزء بسيط ما نتكلم فيه، يحكموا قوانين بالنهاية. لكن ليش ما يكون هذه الفرصة يا دولة عمر الرزاز؟ حكومتك كما نعلم مغادرة، وأنت وعدت، وإذا ذهبت إلى بيتك ولم تنفذ وعدك أنت تعلم ماذا سيقال عنك. وعد الحر دين، إذا كان في ارتجاف وخوف من أصحاب المال يجب أن يكون هناك كلمة حق. الناس ماتت، الناس طلبت بفترة، للأسف من يتكلم ويقول المجلس النواب، مجلس النواب فاشل، وهما بنفسهم قالوا إحنا ديكور. لو كان في مجلس نواب ورجال في مجلس النواب، لما في انت عندك نص الشعب الاردني او ثلث الشعب الاردني انت بتمثله بقول لك بدنا حل قضيه المتعثرين، كان الاولى حطيتها على الطاوله وحليتها. لكن لانه ما في رجال بمجلس النواب، وللاسف انا هذا الكلام بحكيه لاني عمري ما وثقت في نائب، وخاصه المجلس الاخير، أخوي أبو خليل إحنا بدنا نوصل رسالتنا. هل إن هناك 70 متعثر ولا غير 70؟ إحنا الآن بنوصل رسالتنا بغض النظر متعثرين نايمين، المتعثرين وينهم بدناش نحكي بهذا الحديث. بنوجه رسالتنا لجلالة سيدنا أبو حسين حفظه الله، أبناء الأردن تعبانين يا جلالة الملك، مش زي ما بيوصلوا لك، وأنت بجوز الفترة الأخيرة في ظل هذه الجائحة لاحظت أبناء الشعب الأردني كحيانين وتعبانين ومش لاقين يأكلوا. قضية المتعثرين من أولى قضايا الوطن في حلها، لأنه أغلب بيوت الشعب الأردني يتأثر في هذه القضية.
والمتعثرين جميعا. وتحدثنا بأن المتعثر متعثر بحجم عمله، مش المتعثر فقط اللي تحت 100,000. وللأسف للأسف المزاجية في تنفيذ قرار رئيس مجلس قضائي، رجل أول في المملكة الأردنية الهاشمية بعد جلالة الملك، أصدر قرار ولا ينفذ بحذافيره. قرار واضح في بند واحد من قرار المجلس القضائي يتكلم عن القضايا التنفيذية تحت 100,000 دينار بعدم الملاحق. وبند ثلاثة، بند ثلاثة فقرة ثلاث، يتكلم عن القضايا الجزائية وتحت 100,000 دينار جزائي أيضا عدم الملاحق. تم هذا القرار في شهر 5. فعليا أصبح المتعثرين يأخذوا إشعار، وأنا أحدهم أخذته قبل أسبوعين بجمع مبالغ جزائية وتنفيذية ويجب أن تكون تحت 100,000 دينار. كيف يعني؟ قرار واضح تحت 100,000 جزائي وتحت 100,000 تنفيذي، وفوق 100,000 كل إنسان بحجم شغله متعثر. يعني في 2 مليون، ممكن واحد دين واثنين مليون ولكن حجم شغله، في واحد ب2,000 متعثر ولكن حجم شغله. فهذا من ناحية القرار، من ناحية تنفيذه. يعني حتى امبارح بيتكلم معي واحد بيقول رحت للتنفيذ بيقولوا لي احنا تحت 4,000 بنعطيك اشعار، فوق 4,000 بدك تجيب محامي. ليش؟ ليش محامي ياخذ 150 دينار اذا كان على قضايا جزائيه و150 دينار على قضايا تنفيذيه؟ 300 دينار مش اولى فيهن هذا المتعثر انه يروح يتساوى مع دائن او يطعم اولاده بهذا الوضع السيء؟ وحتى من ياخذ اشعار الان برضو بتوقفوا دوريه، بتدق عليه وبتاخذه للمركز الامني. طب ليش؟ ليش؟ هل هي مزاجية؟ ليش ما يكون في قرار؟ هذا قرار من رجل أول في المملكة الأردنية الهاشمية بعد صاحب الجلالة. ليش هذا القرار؟ هذا الإشعار، يعني هاي أخواننا بقول لا يفيد أمام دورية. المدينين كثر، مبالغ تتفاوت، وحكينا 2 مليون ومليون و500,000 و5 مليون و10 مليون و100,000 و2000 و10,000، كله مدين وكله متعثر. مواطن عادي حتى موظف حكومة عفوا أخذ قرض لسيارة ولا أخذ قرض لبيت ولا أخذ قرض أثاث ولا غيره، قاعد أنت بتلومه ليش أخذ قرض؟ طيب ما هو من البين أخذ القرض وما قدر، يعني صار أوضاع غلاء المعيشة، أوضاع صعبة، انكسر عليه كما قصد، فهذا تعثر. لا نجزئ المدين، وعلى الدائن الآن أن يشعر مع المدين في أوضاع كارثية اقتصادية. ما طلبنا حدا يسد عنا ولا بنقول لحد يسامحنا، ولكن هي فرصة مهلة يا دولة الرزاز. سمعنا كثير تسريبات، اليوم بكرة الأسبوع الجاي، وصار كل واحد يتسلق على القضية، كل واحد صار يطلع على القضية، وأصبحت هي قضية، مش قضية، قضية شعب، أصبحت قضية نواب وقضية بده يركب عليها عدد كبير من الناس. ليش نترك لهذا مجال ولهذا مجال يا دولة عمر الرزاز؟ أنت وعدت في حل هذه القضية. من أثار هذه القضية أبناء الأردن المتعثرين في الخارج، جوازات السفر أبنائهم اتبهدلوا مش اليوم ومبارح، سنوات لا بيقدروا يسجلوهم مدارس، لا بيقدر يصرف عليهم، لا بيقدر يستلم حوالة ولا بيقدر غيره لسبب، ولا بيقدر يتأجر لهم بيت.
ما بدي احكي على مواضيع كثيره حصلت. انتبهوا للشعب الاردني، هذول ابناء الاردن، هذول عماد وتجاره الاردن كانوا. من ناحيه ثانيه هذول تجار، ابناء الاردن التجار، هذول ما فيهم نصاب. النصاب معروف وما بيخليش على حاله ورقه ولا بيخلي على حاله توقيع. هذول ابناء الاردن، وكنا على مستوى من العلم والثقافه، مش شتامين ولا سيئين ولا اصحاب اجندات سياسيه. احنا ابناء الاردن. فاولى حل هذه القضيه، فاولى النظر لابناء الاردن. كل تعثر بحجم شغله، والتعثر مش عيب. حكومتنا وزير عدلنا قال المتعثر ليس مجرم، مش عيب تتعثر. دول تتعثر، بنوك تتعثر، حكومات تتعثر. بنوكنا اللي هي الشد العكسي في هذه القضية متعثرة، بنكين أو ثلاث تباع من بنك لبنك، إما هي متعثرة وإما بتضحك علينا وعلى الحكومة كمان عشان هي تهرب من ضرائب وغيرها. فخلينا نكون واقعيين وصريحين. إذا ما بتتعثر، بيت يباع خلال أسبوع بالمزاد العلني، مش معقول، مش معقول. من تاريخ الحجز لتاريخ البيت أسبوع، والله أكبر. كنا بنعرف يعني بتاخذ سنة أقل ما فيها. عفوا أنا بديش أعصب يعني، خليني ولا السيجارة. ف مش عيب التعثر ولا هو إجرام التعثر. وزير العدل نفسه بسام التلهوني خرج على التلفزيون الأردني وقال بالحرف الواحد: لا يجب أن تكون الدولة جزء من هذه المعادلة، لا يجب أن تكون طرف بين الدائن والمدين. هذه تجارة بين دائن ومدين، بين شخصين تعاملوا تجاريا، ربحوا سوا وخسروا سوا. ما لازم تكون الدولة طرف بينهم. فعلى هذه المناسبة يعني كان في عمل بين جهة حكومية وبين شركة، في مربح وخسارة. اثنين شريكين. وحتى لو جينا، حتى يعني احنا في شغلة بتدخل على شغلة، حتى الشق الجزائي في الشيك لما يكون في تجارة وانت بتشتغل انت ومدين او دائن 20 سنة و15 سنة وسبع سنوات وثلاثين سنة، وبرجع لك شكين ثلاث او عشرة، او اقول تعثرت بمبلغ 200 ألف ولا 500 ألف، طب ما انت سنوات وانت تربح انت وياه، وبتعريف الشيك. الدائن ايضا مجرم في شك، اذا فيها اجرام في الجرم، اثنين مشتركين في الشق الجزائي، الدائن والمدين. وحتى القانون الاردني وكل قوانين وأعراف الشيك، إذا كان مش صرف كورقة نقدية فهو تأمين، وهو إذا هو تأمين فهو سقط الحق الجزائي. وكلامك أنت يا وزير العدل، وكلامك أنت يا نقيب المحامين، وكلام أبدناش ندخل في أمور أخرى. فقضية المتعثرين أولى أن تحل. بناشدك يا جلالة الملك عبد الله أن تنظر لأبناء الشعب الأردني في حل هذه القضية. نعلم بتوجيهاتك. لحكومتنا، ولكن أصحاب المال من وجهوا الحكومة، وأصحاب المال من وجهوا النواب، وللأسف أتكلم أقول نواب، والله ما بدي أحكي اسم نواب لأني لا أثق بنائب،
ولا نائب وكان في مجلس السابق يستحق أن يكون أقول لك أن يكون نائب في ودافع عن شعب، لأنه ما واحد فيهم عمل للشعب قاطبة، ولا أستثني منهم واحد بحكم معرفتي ببعض الأمور في هذا البحث. المحور الثالث التوافقات واللي حصلت من المجلس الاقتصادي وتمت، وبناء عليها يا دولة الرزاز وعدت بأن يكون هناك حل لقضية المتعسرين. وكل يوم نعلم بتسريبات الحل القادم، والحل في الأدراج، والقضية في الأدراج. ليش؟ وآخر شيء المتعثرين تقول لك يا عم يعطيني فرصة سنتين مهلة، سنتين تسويات، اسمح لي عن طريق قاضي الأجرة عن طريق المحكمة أعمل تسويات من غير الربع القانوني. يا سيدي قديش دخلي؟ للقاضي أن يطلب إثبات في الدخل، وللدائن لحفظ حقه أن يتحرى عن المدين إذا كان في دخل ثاني، وإذا أثبتوا لك القاضي أن تعمل ما تشاء. هذا المحور الرابع اللي هو طلب المتعثرين. وحكينا المحور الخامس اللي هو قرار المجلس القضائي. بجوز أنا يا أخوان بحكي ارتجالي، فعشان هيك ما بتبع نقاط. حكينا عن قرار المجلس القضائي. الآن حال المتعثرين، حال المتعثرين بالخارج اللي يرثى له واللي لمسته أنا على أرض الواقع، حال المتعثرين الناس اللي نامت بالشوارع وتنام بالشوارع، حال المتعثرين اللي بالخارج بعدم تجديد جوازات السفر، أبنائهم مشردين. يا أخوان في عائلات إلها 3 سنين وأربع سنين وسبع سنين برا الأردن. يا أخوان المصيبة مصيبة عظمى. أنا من الناس اللي شعرت بذلك لما كان أولاده ييجوا أكثر من شهر شهرين ما بتقدر تعيش برا. انسونا من اللي متغرب واللي قاعد بيشتغل واللي فرض عليه واللي يشتغل وعايش. المتعثر ما بيشتغل، المتعثر ما قادر يعيش، فدمار إله خارج الأردن. وبعتب على حكوماتنا وبعتب على بديش أقول الله ليسهل عليهم مجلس نوابنا اللي كانوا يزوروا الدول الثانية ما يوصلوا ما يسألوا عن ابن الأردن المتعثر بالخارج. وحصلت حادثة وبديش أرجع أحكي فيها لأنه بقولوا هسا أنت بترجع تنبش على النواب. لما طلب واحد أردني من نائب ودزه وقال له ابعد عني، برضو بديش أحكي فيها. حكينا على الإشعار وحكينا على حال المتعثرين والوثائق. الآن بدي أحكي عن دور سفاراتنا. أنا بحكم وجودي في مصر طبعا أكن كل الاحترام وأوجه الشكر الجزيل، وخلي اللي بده يقول بيسحج واللي ما بيسحج يحكي اللي بده إياه، الشكر لسفارتنا في جمهورية مصر العربية. قدمت أقصى جهدها لأبناء الأردن وهذا على ملمس. وأشكر وأخص بالذكر سعادة السفير علي العايد، وأخص بالذكر للرجل اللي كان جندي لأبناء الأردن سعادة القنصل عبد الله الرفاعي، وبكرر اسمه سعادة القنصل عبد الله الرفاعي. في ناس بيعجبوا هذا الحديث وفي ناس ما بيعجبوا، لكن هذا من ملمسي وشعرته وشفته عملهم. دور سفراتنا بالخارج هذا في جمهورية مصر، لكن في بلدان أخرى. وأخيرا بعرف أنه الإمارات كمان سفارتنا ما قصرت، لكن في بلدان أخرى في متعثرين، في السودان، في الصومال، في أثيوبيا، بعرفش أثيوبيا بجوز ما في سفارة، في تركيا. أغلب الأخوة بيقولوا بنتصل ما بردوا علينا. دور السفارة تحافظ على أبناء الأردن. نعم أنا بعرف في كم هائل كبير ما بيلحقوا، لكن في إشي مهم وفي شيء أهم.
النقطة اللي ما حكيت فيها اللي هي دور إعلامنا الأردني في قضية المتعثرين، التركيز على قضية المتعثرين. الإعلام الأردني اللي كل العتب عليه كقضية كبرى بهذا الحجم، إن قامت الدنيا والناس تقامت بالتعثر على السوشيال ميديا، بيصير فيها بعض الحديث على بعض المحطات، ثاني يوم ثالث يوم بتتغطى وبتروح. ليش؟ ليش يا إعلام؟ كل أبناء الأردن، كل بيوت الأردن الآن تتعثر. ليش يا إعلام؟ أنت السلطة الرابعة، وينك عن هذه القضية؟ ليش أنا اللي يكون دوري إني أكون ماخذ مكان الإعلام في هذه القضية؟ أنا دوري أوصل لك هذه القضية، وإنت كإعلام لازم تحكي فيها. وينك عن هذه القضية؟ كل الاحترام، في قناة رؤية الأسبوع الماضي كان في قضية للمتعثرين وكان في استضافة إلي، وبتفاجأ إنه بيلغوا الحلقة. هل هو إلغاء الحلقة بسبب زي ما قالوا لي جائحة كورونا والأعداد اللي بتزيد، ولا هو أجاهم ضغط، ولا شو القصة؟ أنا مش عارف، وراح يكون في تواصل معهم، وإذا كان ألغوا الحلقة راح يكون إن دور في هذه الحديث. ليش؟ ليش الإعلام الآن يتخلى عن هذه القضية؟ هل هو في ضغط؟ هذا حق مشروع، لا نستجدي بالناس أحد، لا نستجدي من الناس أحد، احنا بنطالب بحقنا، حق مشروع نعيش بكرامة. سياسة حكومات اقتصادية أدت فينا إلى هذا، من قوانين، من ظروف، حتى إذا مش قوانين بشكل مباشر، ظروف أدت بسبب هذه القوانين. إما واحد ابنه مرض وراح عالجه، إما واحد ابنه درسه، إما إما إما، فمعناته لا في دراسة ولا في تأمين صحي ولا في غيره، والقوانين هي اللي أدت إلى ذلك. إذا بدنا نفتح هذا الحديث، كل الشعب الأردني تعثر منكم، من سياساتكم، من حكوماتكم الاقتصادية. بتفاجأ امبارح واحد بيكتب على الفيسبوك الرئيس الوزراء القادم اقتصادي. طيب ما الوزير الحالي واللي راح يكون سابق، ما هو اقتصادي، هو ايش هو؟ هو جاي من كوكب ثاني، من المريخ؟ ما هو اقتصادي من لحم الشعب، مش جاي من المريخ، هو مش لامس يا رجل. يعني هو اللي بيصير وزير ولا بيصير حكومة بروح بسكن بطبقة مخملية ما بعرف؟ ما أقول لك يا سيدي، لو رحت سكنت في طبقة مخملية، أنت ما بترجع لأصلك، ما بتشوف قرايبك، ما تشوف أولاد عمك؟ مش معقول كل عيلة فيها من المتعثرين بدال 10 100. قضية التعثر معروف.